طب الله. احنا سمعنا عن خبر صغير كده بيقول ان ممكن الناس تشتري من البيوت طاقة. أبلي احنا مش الناس تشتري، يعني احنا في ايوه الوقت يعني الحالي احنا نشتري. الوزارة تشتري من مظبوط، البيوت. ممكن يا فندم في منظومه في انت عارف اللي هي تعريفه التغذيه، ان لو حضرتك يعني انتجتي طاقه كهربيه نتيجه فوتوفولتيك اللي هي خلايا فوتوفولتيه على ظهر المنزل، احنا نستطيع ان احنا نشتري هذا والناس فعلا. تيجي الوزارة تعمل الكلام ده؟ مش الوزاره بتروح لشركات تروح التوزيع، لشركات عمل ايه؟ التوزيع. وفي كذا واحد عامل الكلام ده فعلا. في فعلا مواطنين عملوا طبعا الكلام امالي ده، امالي ممكن يخش لهم دخل نتيجة لبيع الكهرباء. مظبوط يا فندم مظبوط. ممكن يحمل ثمن الوحدة الشمسية اللي هو اشتراها على الفائض بتاعه. هو اللي هيحصل ازاي بقى؟ انه لما يشتري واحده كذا بيبيع كهرباء بسعر تجيب له عائد عائد يستطيع ان هو يسدد اقساطها. يسدد اقساطها وايضا تعمل له دخل بعد كده.